السلام عليكم بيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. مهم فيديو جديد، نهار جديد. هاد الفيديو هذا ما فيه لا جوله في المدينه ولا دويره في السوق ولا حتى حاجه. مهم هاد الفيديو فيه بغيت نجي نهضر معاكم على واحد الغلط درتو، واحد الغلط الكبير اللي درتو. وهاد الغلط كنت غادي ندير كارثه، كنت غادي نسمم بنتي لولا لطف الله. الحمد لله يا ربي. وهذا الغلط نتمنى، يعني كما نقولوا ما الانسان ما يديرش الغلط بحال هذا. صراحه حنا كيغوينا الرخه، شي مرات كيغوينا الرخه. قال لك عندها رخصو تخلي نصو. كما شفتوا في الفيديو ديال البارح، كنت هبطت للمدينه وكنت شريت حويجات ليا، وفت عند واحد السيد كيبيع حوايج ديال 5 دراهم. كنت شريت هذاك البانيني، الخبز ديال البانيني، وكنت شريت واحد الخبز صغير حتى هو تقدر دير فيه لي ساندويتش هكا. تما ما شفتش لادات ديال الاولى، ما شفتش لادات. انا غير هزيتو، كنت غادي نجيب بعد حتى ديال حتى بيتزا، ساعه ما لقيتش عند دوك الميني بيتزا. ديت غير هادو هذا، وديت هذا. اختكم حتى جيت للدار، كي جيت للدار مهم، واخا هكا حطيت الحوايج، درت الفيديو كملت وحطيت الحوايج، ما انتبهتلوش. حتى بغيت ندير البنيه، بغيت ندير لها على حساب باش تدي معها على حساب الغداء، ندير لها ساندويتش. عاد نتكاكا وقلت لادات ما شتهاش، نشوف لادات. وانا نلقى لادات يكمل في داك النهار، هذه الاولى بزوج بهم يكملوا في داك النهار. الثانيه من شت لادات تكمل في داك النهار، بقيت كنفيريفي تخيلوا شنو نلقى. تلقى هنا الدود، دوده. المهم مانيش عارفه واش غادي تبان لكم مزيان ولا لا. مهم لقيت دودة في الخبز. تخيلوا معايا لو كان ما شفتش هذيك الدودة، ما شفتش هاد الخبز، وما انتبهتش للاضات، ودرت لبنتي فيه ساندويتش وهي صغيرة ما غاديش تنتبه وكلاتو، فين غادي نوصلو؟ القاو البنية دارت لقيتها تسموم، ما عرفتش كاع. ربي راه لطف كيما نقولو، ربي راه حفظها. وعلاش راهم عاد باقيين عندي؟ راني نستنى الراجل يخرج من الخدمه ويمشي يديهم له يرجعهم له. واش غادي نقول لكم؟ هاد الغلط هذا اللي درته انا، من الاحسن ما ديروهش، من الاحسن من الاحسن. حوايج ديال هادو ديال 5 دراهم، انا صرات لي واحد الوقت كنت مشيت للمدينه وديت على واحد السيد، حتى هو ديت عليه هاد الطقاق ديال 5 دراهم، واني عاقله جبت البيتزا وقلت لقيتها فيها شويه الغموله رميتها، وجبت واحد الكاطو واحد العيبات هكا ديال 5 دراهم، حتى هما لقيتهم غاملين رميتهم. من ديك الساعه وقلت ربما هذاك الشمس ضاربه عنده، هادي قلت هاد السيد هذا يعني مضلل جاي في الحانوت، يعني مضلل ما غاديش يكون عنده هاد الكارثه هادي. ساعه والله الا تصدمت فاش جيت للدار ولقيت هكا هاد الفضيحه هادي، الدود كاع الدود. اويلي بصح سري انا اللي ما نعجنوش في بيدي في الدار. شتو بنادم الا بغى ياكل حاجه نقيه يعجنها في الدار، بغى ياكل وليداتو حاجه نقيه يديرها في الدار ويعطيها لهم، حيت الوليدات صغار ما يعرفوش واش هما غادي ينتبهوا للاضات ولا غادي. انا مي كنشري لهداك الداناب ولا عصير ولا راكو عارفين باش تفوت ولا باش دير الكوتي، عرفتو نشوف ديما نشوف لاضات. بصح هاد المره هادي مانيش عارفه كي صرا لي خواتاتي، كي صرا لي اللي تقولوا تعميت مع اللاضات. اما ديما منهز الحاجه كنشوف لها لاضات، نشوف واش خاسره واش هادي. المهم قلت لكم هذه جوج مرات وانا شفق علي، وهذه اخر مره تشوفوني جبت فيها شي حاجه نتاع 5 دراهم.
كنت كنجيب من اسواق السلام واحد الباكيت ميني باكيت صغير، راه يقدر لك اللي كيمشي يجيبو من اسواق السلام غادي يعرفو، كاين اللي فيه الحار وكاين اللي كيكون عادي ما فيه الزيتون هكا مقطع، هذاك واعر، هذاك كنت نجيبو كنا ناكلوه صراحه زوين. ولكن هادو ديال 5 دراهم ننصحكم نصيحه لوجه الله، هاد الحوايج هادو ديال 5 دراهم راهم ما صالحين، سورتو اللبس الصغير راهم ما صالحينش. ونتمنى الغلط اللي درتو انا تستافدو منو نتوما، داكشي علاش انا خرجت بهاد الفيديو هذا. وحاجه اخرى دي نهضر عليها فهاد الفيديو هذا، واحد السيده مهم كانت خلات لي كومونتير، قالت لي على حساب الخورطه، قالت لي وجاده حشمتي بوجاده، وجاده ما كيشريوش من الخورده وشريو وستروا راسكم، المهم شي حاجه بحال هكا. المهم كومونتير تلقاوها في الفيديو اللي قبل. صراحه جاتني بيزار، بنادم حر في حياته يلبس من ما بغى. اسيدي انا صدقوا عليا ذاكروا، انا صدقوا عليا ونلبس، عندي نورمال نمشي نشري من الخرده، عندي نورمال. وراه الخرده راه اللي ما عارفش قيمتها، عرفتوا راه فيها شي لي مارك، الصراحه راه قليل اللي كيعرف لها، واللي عندها الوقت وتبغي تفلي في الخرده راه تلقى. مهم البنات اللي ماشي منطقه الشرقيه كيقولوا لها البال البال فيها ما يتشرى الا كان عندك الوقت. ودركي راه تبان لي هادي، انا حقاش انا مشيت لهاديك ديال سوق منيليه، يبان لي الغلا. انا داك الكابرا كشتو شريته ديتو قال لي 60 درهم، كما نقولوا بالشطاره، اما انا ما نعرفش نشطر بالشطاره، خلاها لي ب 55 درهم. وجاتني قاصحه ما نكذبش عليكم، جاتني قاصحه. حنا الخرده مولفين نشريو ب 100 دورو 400، كاع الى غلات 600، ولكن جاتني قاصحه. ولكن عجبني داك الكاب، هبلني الكاب، قلت والو نديه. وش جيت نقول لك شي حاجه اخرى، جيت نقولها لكم، خليوني نتفكر رد الكاسيطه ونقول لكم. واه هاني تفكرت شنو كنت باغيه نقول لكم. كنت هضرت لكم على الخرده وقلت لكم ها تما غاليه، راني غادي تعرفوا غادي ندبر على الاسواق اللي كيبيعوا فيهم الخرده. شتو زكاير في هذيك مولات حشمتي بوجاده، كنضحك. غادي نزيد نشوف هكا البلايص اللي كيبيعوا فيهم الخرده، ولكن غادي نشوف اللي كيبيعوا فيهم الخرده رخيصه. وغادي نشارك معكم ان شاء الله فيديوهات ديال البال، وغادي نشوفوا. مهم على حساب انا راني باغيه على حساب واحد الوقيته كنت مشيت لواحد البلاصه الصراحه فيها كنت لقيت صبابط، لقيت غير 100 دورو البوتيويات، كنت ديت انا عاقله والله الا ديت واحد البوتيو هكا ميني عرفتو يهبل ديال الدان، ديتو ب 5 دراهم ولا 10 دراهم. مع هذيك البلاصه اللي راني ان شاء الله غادي ندير ونمشي ندير لكم تما فيديو، ان شاء الله نمشي تما ندير لكم فيديو. وفيها الكسيوات، فيها الا ما حتى هما راهم زادوا والله اعلم. المهم غادي نمشي تمايا ان شاء الله ونشوف. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي حتى هما كانوا باغيين يشوفوا المحل ديال الهرويني شنو دخل جديد، وهذه ان شاء الله نديروا نمشي لكم لعند المحل ديال الهرو ونشوفوا الجديد بجوج انا وانتوما. يلا تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم ونكون ما تقلتش عليكم بزاف في هذا الفيديو. باي باي.